British newsreel cameraman entered Benghazi. في نهاية الحرب العالمية الثانية وعلى ضوء ولادة دولة ليبيا ومن رحم الحركة السياسية لجمعية عمر المختار وبفكرة من رئيسها مصطفى بن عامر وبمساهمة السادة عبد العالي العقيلي ومحمد بشير المغيربي وعبد الرحمن بركات ومهدي المطردي رحمة الله عليهم، تأسس النادي الأهلي الرياضي الثقافي الاجتماعي بتاريخ 19 أبريل 1947 بمدينة بنغازي، والذي صادف خوض فريق كرة القدم بالنادي أول لقاء في تاريخه أمام فريق الأسرى الألمان. وبسبب مواقف جمعية عمر المختار الوطنية ضيق الخناق عليها ومنعت من حمل اسم شيخ الشهداء عمر المختار، لتقرر الجمعية فصل نشاطها الرياضي والثقافي عن السياسي والمتمثل في النادي الأهلي الرياضي الثقافي الاجتماعي. ولطيلة 7 عقود عرف عن النادي ضخامة قاعدته الجماهيرية في مدينة بنغازي وانتشارها في ربوع الوطن، ودوره الريادي المساهم في نشأة الرياضة في ليبيا، فكان ركيزة وركنا من أركانها، ليرجع له الفضل في انتشار لعبة كرة القدم في المدينة وتحقق فرقه جميع البطولات الممكنة في كافة الألعاب الجماعية والفردية. وإن كنت في بنغازي فهذا يعني أن كل الطرق تؤدي إلى النادي الأهلي، بداية من الملعب البلدي بمنطقة البركة، حيث كانت الانطلاقة إلى المقر التاريخي بحي الزيتون، وأخيرا بمنطقة جاريونس، ليصبح الأهلي إرثا حيا وجزءا لا يتجزأ من مدينة بنغازي بفضل ارتباط وثيق جمعه بعامة أهلها ونخبها، مبعوث من انتماء ولد داخل كل بيت بشوارعها وأزقتها، فسميت بمدينة الأهلي، وليكون الأهلي الواجهة المضيئة والمشرفة لها، مقدما زخرا عظيما من كوادر عهد عنها الدور المفصلي والتاريخي في ازدهار المدينة رياضيا وبكافة المجالات. وفي مطلع الألفية على أثر الحادثة المسماة بجريمة العصر، والتي أدت إلى هدم مقر ومرافق النادي بالأرض وتحطم كؤوسه وتوقيف نشاطه، وينتهي مصير جماهيره بين مطارد وسجين نتيجة لاحتجاجاتهم على تدخل السلطات في شؤون الرياضة إبان حكم النظام السابق، ليكمل الأهلي 4 سنوات من تاريخه وهو مهدم تقبع تحت ركامه كؤوس وإنجازات وإرث عظيم وموقوف النشاط، وحيا عزيزا في قلوب سكان مدينة تتزين ليلا ونهارا بلونه الأحمر والأبيض البيوت والشوارع في المناسبات والأعياد، في مشهد ظل طيلة 4 سنوات يبث الفزع في قلوب الظلام جاعلا منهم يتسابقون لأجل عودة الأهلي لممارسة نشاطه، والذي تحقق عام 2004، وبفضل ثلة من أوفياء ظلوا على العهد وحقيبة محمولة في اليد كانت سبيلا لعودة الكيان قائما من جديد، وبحب ووفاء جماهير جابت خلف فرقها المشرق والمغرب وفي أعماق الجنوب، فكان الطريق بين مدينة طرابلس ومصراتة في عام 2007 ميلادي شاهدا على حادث سير أليم أدى إلى انتقال 13 روحا إلى خالقها، وهي عائدة من ترحال خلف فريقها في لقاء نقل بقرار دبر بالليل كان من المفترض أن يجريه بمدينته بين جماهيره التي شاء القدر أن ينصف تضحياتها ويخلد يوم 17 فبراير 2011 مشوارا من نوع آخر
انتهى بوقوفها شامخة عزيزة فوق ركام الظلام، مغلقة حقبة عقود تجرعت فيها الظلم. ومن لا شيء عاد الأهلي قويا كما كان في صف الوطن لا سواه، وأخذ دوره في ركب المنافسة وحصد البطولات لتكون لعبة كرة السلة أولى المحطات العربية بتربع الأهلي على عرش كرة السلة العربية بلقبين. ومشاركته الأفريقية المشرفة في كرة القدم وفوزه على كبار القارة وتحقيقه للنجمة الذهبية في لعبة الكرة الطائرة محليا. لتضاف أخيرا في محطات هذا الكيان ثورة رياضية بطابع استثماري ينشد فيها الأهلي الدخول إلى عالم الأرقام والمساهمة في نماء الاقتصاد المحلي والوطني، وليكون الاكتفاء الذاتي وتوفير موارد دخل متنوعة عنوان المرحلة المقبلة من حكاية الأهلي. تحقق جزء منها على أرض الواقع في فترة وجيزة بفضل أسس ومقومات وعنصر بشري عظيم متمثل بجماهيره الوفية التي تشغل كافة المجالات. ولا شرف يضاهي ما أخذته على عاتقها من إيمان مطلق لا يقاس بالبطولات أو الإنجازات، وهبت خلاله للنادي الأرواح والدماء. على درب الأجداد تمضي من معقلها المحفور للأبد في قلوب أهالي مدينة بنغازي التي دائما ما تذكر باسم الأهلي، والأهلي يذكر بها. ثلاثة وسبعون عاما ويستمر المشوار.